الجدار العابق بالطيوب على درى أردن من الخصيب. الأخضر العابق بالطيوب الساحر الشروق والغروب. سمعتها تقول يا حبيبي على درى. اللي كنا نحكي حول تنقيط الحروف وتشكيلها، لابد إلا ما كان في أصل وسبب، واللي ما بيعرف من الجيل الجديد خليه يعرف بأن اللغة العربية بدأت ونقشت وكتبت بدون أحرف، ومن ثم دخل بدون نقط، ومن ثم تم التنقيط. أسمع منك أستاذ إحسان، وكمان بنحب نسمع أيضا تعليق من الأستاذ حيدر. إحنا بنعرف إنه منذ وجود أو منذ نزول الرسالة المحمدية على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت العلوم أكثرها ناقصة، وكانت إن زولت تزاول بشكل عشوائي لا منهجي ولا منطقي. ببزوغ فجر الإسلام أصبح تدوين القرآن الكريم يتسابق إليه كتبة الوحي في الدرجة الأولى، وفيما بعد الخطاطون. الآن الخطاطين لما جاءوا يدونوا هذا الشيء أعطوا كل ما عندهم من إبداع، إبداعهم أعطوه عمليا وتقنيا. هناك مسألة أصبحت ضرورية حلها، وهي دخول الغير عرب للديانة الإسلامية. هذا أدى إلى بأنه أصبحوا يلفظوا الحروف العربية بلفظ مشوه ولفظ يختلط به المعنى. فلذلك وجب على المختصين والقائمين في هذا المجال أن يزيلوا هذه الإشكالية لتمييز الحرف، حتى لا يصبح هناك إشكالية في المعنى. فأصبح هذه الإشكالية استمرت إلى أن جاء الحجاج بن يوسف الثقفي، فأمر في عهد عبد الملك بن مروان عدد من المختصين باللغة وبالكتابة، ومنهم عاصم بن ثابت وآخرون، بأن ينقطوا الحروف ويميزوا وبين ما بين الراء والزين. نوضح أكثر أستاذ، الجيم والحاء والخاء نفس الإشي. نعم. فإذا العربي قرأها راح يميز إذا جاءت في الوسط أو في البداية، العربي تلقائيا وبالسليقة وبالفطرة يقرأها. وأما الغير عرب راح يحتار. أصبح هناك حتى لحن في اللفظ. أستاذ حيدر يعي المسألة. بالمناسبة بس أضيف، اللغة العربية الحرف العربي حرف كمبيوتري إذا جاز التعبير. نعم. يعني أسهل بالزمانات لما صار في كمبيوتر وجدوا صعوبة في أن يضعوا اللغة العربية الحرف العربي، لكن بالآخر اكتشفوا إنه اللغة العربية أقرب للرياضيات من أي لغة. نعم أخرى. نعم، مطواع مطواع. الحرف العربي زي ما تفضلت، الباء والتاء والثاء حرف واحد، بس الفرق النقط، الحاء والخاء والجيم إلى آخره، السين والشين والصاد والضاد والزين والراء، كلهم قريبات من بعض باختلاف التنقيط. نعم نعم. فلذلك اكتشفوا أنه زي الرياضيات تماما. وبالمناسبة لكل حرف رقم عند العرب في أرقام توازي الحروف. فلا فرق بين الحروف والأرقام عند العرب. نعم بشكل نعم. خاص أكيد. وعند نعم. غيرهم طبعا، إحنا لسنا وحدنا في الدنيا، لكن هي أصل اللغات كانت اللغة نعم. العربية التي نزل بها القرآن. نعم. السيد أحسان التركماني أكيد رئيس جمعية الخطاطين نعم. الأردنيين، كنت حابب أنك تقدم عضوية فخرية للأستاذ حيدر محمود من خلال والله حلوة يا دنيا. إحنا الأستاذ حيدر غني عن التعريف، ما بنزيد شيء في هذه الشهادة، ولكن هي كنوع من توضيح لموقفنا تجاه فنه وتجاه مسيرته في هذا نعم. المجال. شكرا. وهذه بكل فخر. هذا أحلى إشي بين ضيوفنا. أنا أعتبروني خطاط اليوم، معناته أنت خطاط بالفطرة. شاعر وخطاط ودبلوماسي. مبروك مبروك. شوف لاحظ هذه مكتوبة العفو بأربع خطوط. نعم. هي الثلث والكوفي. اوكي شهادة. نقدر نقلب على الكاميرا يا استاذ. هذه مهمة، انا بدي اشرح بس. نعم نعم. هي كتالوج بحد ذاتها. هذا الثلث صح؟ اي نعم. هذا النسخ. النسخ والكوفي. هذا الكوفي. والديواني. هذا الديواني وهذا الرقعة. والرقعة والنسخ بالاسفل. والنسخ ايضا. نعم. فلذلك يعني لوحة لوحة. يعني كل الخطوط موجودة فيها. نعم. شكرا استاذ. العفو هذا واجبنا استاذ. طيب استاذ احسان من بعد اذنك، هلا في اسباب لرسم الحرف العربي
زي ما هيك حاولنا يعني أنا ورهف نقرأ ندور شوية. مثلا الألف، نعم، العرب الأوائل كتبوا الألف مستقيمة، نعم، حادة كالسيف، فبالتالي حتى العكفة تبعت الألف من فوق مثلا زي مقبض السيف، نعم. فصحيح أنه كل حرف له من بيئة العرب، فعشان هيك مثلا تم تمثيله، تم رسمه بهاي الطريقة. أكيد سؤال طيب وذكي، وصدقا الحرف العربي ربنا اختاره هو الله لحفظ القرآن الكريم. الله هذه الآن منذ البدايات ابن مقلة عندما وضع علوم الحرف العربي وعلوم حفظ الحرف وضع الألف ووضع الدائرة مقياسين لحفظ الأحرف، فكل حروفنا العربية تندرج ما بين الألف وداخل النون، فستجد الباء داخل النون، النون داخل النون، الألف منتصبة لوحدها. أوكي. الآن علم علم الحرف العربي هو علم يكتنف بعض الغموض بسبب جهل المجتمع فيه. أيوة. نحن نسعى دائما لتعريف العامة بأهمية الحرف. أهمية الحرف هو عبارة عن من أهم مقومات الحضارة العربية والهوية العربية، الحرف العربي كما الشعر واللغة والأدب وما شابه. نقدر نشوف إشي هيك عملي يعني مثلا لو بين الألف والألف نشوف هاي الألف كيف تكتب والألف الثاني مثلا في خط آخر. اسمح لي، وأنت بتكتب الحروف بدي أشرح نظرية معروفة. أرجوك. نظرية الحرف العربي إنه أن الكلمة تفهم من أول حرف بها، يعني عندما تقول كلمة لها علاقة بالحياة تبدأ بحرف الحاء، عندما تقول كلمة تبدأ بالميم معناها الموت والمجهول والمطلق وإلى آخره. الحياة مثلا فيها حب، فيها حرية، فيها حرارة، فيها كل هذه. هذه نظرية معروفة. معي حق أقول إيه؟ صح، أول مرة بتطلع بيقولوا لي بالجاليري ليش تقولي إيه؟ لاحظ الحياة. تأكيد لكلام الأستاذ حيدر، الخطوط العربية لماذا نشأت؟ هذا سؤال لنكتفي بخط الأول. الآن الخطوط العربية أصبحت مطواعة للحالة النفسية، إذا أردنا أن نكتب خطا فكاهيا فلدينا خطا فكاهيا. الله. إذا أردنا أن نكتب خطا يوازي ويوائم الحزن لدينا الخط الحزين. الله. إذا أردنا أن نكتب الخط الذي يكتنفه الشموخ والعظمة للسلاطين وللدواوين ولا مشابه فلدينا الخط الذي يتواءم مع هذا الشيء. فإذا الخط قريب جدا من كل شيء. هي أنسنة في مجتمع العرب. في إنسان. أنسنت. أنسنة. أنسنت. يعني الحرف إنسان. أيوة أنسنت. يعني العفو هو منفوخ به الروح. أيوة. حرف ينمو. في إنسان. سلام. يا سلام. لا هيك كثير يا عمي هيك. عن جد فوضى الحواس. أضيف لمعلوماتكم شيء بسيط. اليوم كثير أضفت لنا والله معلوماتي. استغفر الله العفو، هذا فضل إلي اللي سمحتوا لي إنه أكون متواجد بين الأخوان أعزائي. أنت بتشرف. بيتك ومطرحك. اللغات قاطبة عندما نكتب بحروف لغات أخرى يلزمنا ورق كثير، إذا كتبنا باللغة العربية فسنقتصد بالورق. صحيح. أيضا هناك الاقتصاد أيضا. أيوة. فعندما أنا ألفظ 20 كلمة في اللغة العربية الأستاذ حيدر أخدر مني وهو مجاله سيعبر عنها بكلمتين. يعني. بالخط العربي أيضا عندما أكتب بالعربي فأنا أقتصد بالوقت والجهد والتعب والنظر، وهذه القدسية في الحرف العربي. يعني. هون تتجلى القدسية. في اللغة الوحيدة التي يمكن أن تشكل جملة من حرف واحد هي اللغة العربية. جملة. نعم. كاملة. نعم. نعم. را يعني شوف را. را. قي. فعل أمر. قي. أمر. وفيها فاعل ومفعول به. نعم. جملة كاملة. في يعني حرف واحد قي. قي أنفسك. قي أمر. قي أو في الوقاية. في. أو في. نعم. القنديلة زيتا. نعم. في مش اللغة العربية زيتا. ربنا سبحانه وتعالى الأستاذ حيدر طبعا مجاله هو لماذا اختار اللغة العربية؟ أيوة أيوة. حتى تكون إعجاز. نعم. الوقت اللي نزلت فيه الرسالة المحمدية كان العرب يتباهون بالحرف العربي. أيوة. باللغة العربية وكانوا يتبرزون حتى في القرآن الكريم. نعم. ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد بعدين إلى آخره الحروف. نعم. اختارها أيضا من اللغة الأستاذ حيدر. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالحرف العربي. صحيح. قال نون والقلم وما يسطرون.
الآن حلف. إذن هو الآن قسم إلهي لعظمة هذا الشيء، يعني هذا القسم يلقي الضوء على عظمة هذا الحرف. حلو. وتخيل أنت ربنا عندما أقسم بهذا الحرف، إذن هذا شيء. لا اليوم المجتمع قاعد كثير ثري فعلا. أرجوك اكتب لنا، أعطينا مثال يا أكتب يا الله النون والقنون والقلم على سيرة الراء. سوري لا 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 كمل. علشانك بيسموا التلفزيون اسم ليس عربي، مش عربي. اه طبعا مش بيقولوا له المرن. انا نسيت اسم التلفزيون بس هو من راء المرنة بيقولوا له ولا لا شيء من هالنوع. الرائي او او الرائي او شيء زي زي الهاتف والكذا. ما هو شوف انت لغة الحضارة السائدة يجب ان تستخدمها بدليل بدليل ان في اللغة العربية مفردات ذهبت إلى لغات أخرى واستخدموها. أيوة. عندما كانت الحضارة العربية سائدة في الزمن الأندلسي أو في غيره استخدموا كثيرا من المفردات العربية. العثمانيين أخذوا منها، أخذوا مش بس العثمانيين. آه. الإنجليز والفرنسيين تابل تيبل لتابل تيبل، هي أصلها الطبلية الطاولة. آه. وشير الكرسي، بس حرفت بعض الحروف. نعم. لعدم استطاعة هؤلاء من اللفظ الصحيح. يعني في كثير من الكلية كوليج كلية كلية صارت. حب أسألك أستاذ حيدر، يمكن ما أنه بحضور السيد إحسان، يعني إحنا جدا استمتعنا ب خلينا نقول حديثكم عن الخط وعن الحرف العربي، ولكن إذا بدنا نحكي اليوم واقعيا، كيف ممكن الجهات المسؤولة أنه تدعم جمعية الخطاطين الأردنيين؟ كيف ممكن ندعم هالنوع من الموهبة اللي أنا بعتبرها جداً مهمة وتعتبر جزء من هويتنا كعرب وكأردنيين؟ هو في البداية يجب أن يوضح الإخوة الجمعية الخطاطين ماذا يريدون. طبعاً لازم يكون عندهم منهاج أو برنامج عمل لطرحه على الجهات المعنية، وهي وزارة الثقافة بالدرجة. نعم. الأولى ووزارة التربية. نعم. لكن فيما يتعلق بوزارة التربية، أنا أدعو من هذا المنبر إلى إعادة تدريس الخط العربي في المناهج، حتى في زمن الكمبيوتر. يعني على اللوح يكتب لهم أستاذ بخط جميل كيف تكتب النون بأي خط كان، سواء الرقعة أو الثلث أو النسخ أو أي، أو يعطيهم درس عن الخط العربي. نعم. وأشكال الخط العربي. أستاذ حيدر، الموضوع موضوع حقيقي وجد مهم، اللغة العربية، الحرف العربي، وجل العلوم اللي تربط هذه الأشياء. نعم. فأنا أتمنى من الأستاذ حيدر وأتمنى من المسؤولين قاطبة بأن يدعو لمؤتمر وطني قومي، يسموا ما يسموا، للنظر في هذه القضية المهمة. هذه قضية مهمة ليست بالسهلة. نعم نعم. نحن الآن نتكلم، وأرى أنا في المجتمع الآن جيل حديث يتكلم اللغة العربية بعدة لغات، بعدة لهجات، بعدة ألفاظ، بعدة عربيزي، عربي إنجليزي، عربي إنجليزي. كلمة عربي وثلاث كلمات. إذا أمية، خليني أشرح شغلة مهمة. أمية الحرف، مرة في اجتماع مع معالي وزير التربية والتعليم حكينا. نعم. عن ثلاث أميات في عندنا في الوطن العربي كله. أمية الحرف، الذي لا يعرف هذا الحرف نون ولا صاد ولا إيش. نعم. يبدأ الطالب بجهله بالحرف، ثم عندما يكبر يجهل الكلمة. أستاذ حيدر. نعم. أنا وأخيراً أنا 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 ضيوفي عفوا اسمحوا لي أنا عذرا بس مشان الوقت. أمية الجملة، اللغة، الحرف، الحرف، ثم الكلمة. بعد ذلك أمية الكلمة. نعم. وبعد ذلك عندما يصبح كبيرا وخريجا ومسؤولا يجهل استعمال الجملة. تمام. إذن هاي الثلاث أميات ممكن نحكي عنهم شوية بس، وحابين نسمع بيتين شعر كمان. نسمع نسمع من بعد إذنك. نسمع بعد نسمع. الفاصل، لأنه لم يتبقى من الوقت الكثير. فاصل وراجعين. بس خليه يكمل.